السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا قراءه حصريه وجديده على القناه لمواليد برج الحمل، اللي دايما فيديوهاتهم مرفوعه ودايما حاسه ان هم اكبر عدد عندي من المشاهدات لمواليد برج الحمل. ببعت تحيه كبيره لبرج الحمل. النهارده قراءه التوقعات لحد اخر شهر اكتوبر، النهارده 10 اكتوبر. دي فنجان برج الحمل. يلا بينا نصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، نكتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين. الدعاء ده فيه راحة نفسية، الدعاء ده هيديك انطلاقة جديدة يا برج الحمل. طبعا أنا مش هطول عليك في المقدمة ولا هعمل أي حاجة غير إن احنا هنصلي بس على الحبيب وندخل على القراءة على طول من غير أي مقدمات، ونشوف التوقعات الجديدة والحصرية بتاعتك مخبية لك إيه الفترة اللي جاية. بسم الله ما شاء الله. بص فنجانك، فنجانك بيتكلم وحده يا برج الحمل، شايف أهو فنجانك بيتكلم وحده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله. بص يا برج الحمل، أول حاجة أنت هنا عندك طريق مسدود، عندك طريق مسدود. الطريق ده بقاله فترة كبيرة جدا انت بتعافر وبتجاهد فيه، بقالك فترة انت عمال كل ما تبني كل ما تلاقي نفسك بترجع خطوة لورا، كل ما تكمل في الطريق بتلاقي نفسك بترجع لورا. عايز اقولك ان القراءة دي انا جاية بشيرك بيها. بسم الله ما شاء الله. بص يا برج الحمل، اول حاجة انت هنا عندك فرحة كبيرة جدا، شايف الفرحة بتاعتك؟ شايف دموعك اللي هتنزل من كتر الفرحة؟ شايف السعادة اللي هتكون فيها الفترة اللي جاية؟ اول حاجة انت هيكون عندك فرحة في ارض البيت، او هيكون عندك رجوع مع الحبيب او رجوع مع الشريك، الله اعلم، بس انت عندك فرحة حلوة. الفرحة دي هتديك انطلاقة جديدة وهتديك تغيير انت اصلا مستنيه بقالك مدة كبيرة، هتديك تغيير انت بقالك مدة كبيرة. انت هنا اعلنت الحرب على الاهل، على الاصدقاء، على المقربين، الله اعلم، بس انت اعلنت الحرب، اعلنت الحرب بينك وما بين اشخاص مقربين منك. شايفة كمان يا برج الحمل ان انت هنا عندك مفاجأة حلوة، في حد ناوي يقدم لك مفاجأة حلوة، او انت بالك مشغول بمفاجأة، بس المهم ان انت هنا هيكون عندك مفاجأة حلوة. شايفة كمان ان في شخص بعيد عنك، شخص غايب عنك، في شخص بعيد عنك يا برج الحمل بقاله مدة كبيرة جدا. عايز اقولك ان رجوعه ليك هيكون هدية من القدر، هيكون هدية من ربنا، علشان انا شايف هنا ان انت مشتاق له، بقى ليك فترة كبيرة جدا انت ما شفتهوش ونفسك تشوفه. فانا شايفة انه الشخص اللي هو غايب عنك بقاله مدة هيرجع لك، وهيرجع لك بهدية حلوة، وهيقولك انا اسف سامحني. والله يا برج الحمل الفرحة اللي هتكون في حياتك عينك هتدمع ليها، الفرحة اللي هتيجي في حياتك اليومين دول عينك هتدمع ليها. طيب اقول لك على حاجة تاني، الفرحة دي ممكن كمان تخص شغل، ممكن تخص شغل، ممكن تخص شفاء مريض عندك، الله اعلم، بس هي الفرحة هتدمع ليها العين. شوف انت منتظر ايه، انت منتظر ايه؟ الحاجة اللي انت منتظرها هي اللي هتحصل الفترة اللي جاية، فلازم تكون مستعد للاخبار الحلوة اللي هتبقى قادمة على حياتك. انت عفرت وتعبت وحصل مشاكل وحصلت حاجات كتيرة جدا، وانا مش حابة اتكلم على الماضي يا برج الحمل، حابة تبشرك بالبشائر الحلوة اللي هتدخل حياتك الايام اللي جاية. شايفة كمان انه في خبر هنا حلو، في خبر حلو هيجيلك من ناحية الشريك، خبر حلو هيجيلك من ناحية الشريك، او انت في خبر مستنيه بقالك مدة كبيرة. بس شايفالك في ثلاث نقط عندك يا برج الحمل في حياتك، ثلاث نقط او ثلاث ستات او ثلاث خطوات، هم في ثلاث في ثلاث نقط عندك. الثلاث نقط دول انت اكتر حد ممكن تكون عارفهم. شايفه انه في عندك هنا واحده ست بومه، اعدالك ومتعمده ان هي تقعد في حياتك، اعدالك ومتعمده ان هي تقعد في حياتك. شايفه كمان ان انت هنا الشهر اللي جاي ده هيكون عندك استقرار، هيكون عندك استقرار في حياتك بالكامل. الاستقرار ده هيكون اول حاجه استقرار نفسي، اول حاجة انت بتبحث عنها هيكون استقرار نفسي. وشايفة كمان برضو ان انت هنا هتعلن الحرب على واحدة حرباية في حياتك، هتعلن الحرب على واحدة حرباية في حياتك. بس عايز اقولك كمان يا برج الحمل ان انت اليومين دول بالك مشغول، اليومين دول بالك مشغول وحاسس ان انت مش مستقر في بعض الامور ومش عارف تاخد فيها القرار. شايفة انه في عين هنا صيباك، عين صيباك، عين صيباك بالحسد والنحس والفقر، عين صيباك بالحسد والنحس والفقر، علشان كده انت عندك وقف حال، علشان كده انت عندك وقف حال وعندك مشاكل بينك وما بين الشريك.
بص العين موجودة موجودة، علشان كده بتلاقي نفسك مبسوط وفرحان وقلبك بيدق من كتر الفرحة، وفجأة كده بيتقلب حالك فوقاني تحتاني، حتى العين مش سايباك في حالك. شايف انا مهما عدلك عيون مش هخلص، العيون سايباك سايباك يا برج الحمل، وبيظهر لك دايما السحر اللي بيتجدد لك، وبيظهر لك دايما العيون اللي وراك ومش سايباك في حالك. فانت يا برج الحمل عرفت ان انت محسود ولازم تحصن نفسك كده. احنا عرفنا ان برج الحمل محسود حسد بشكل كبير جدا، وخلي بالك الحسد دايما محسود من بنت من المقربين منك. الحسد دايما يا برج الحمل جايلك من المقربين منك، علشان بيغيروا منك، بيغيروا من شياكتك من أناقتك من جمالك من روحك الحلوة. فعلشان كده دايما انت محسود. بلاش تهتم بنفسك قدام الآخرين، بلاش تبين أجمل ما عندك، بلاش تبين أجمل ما عندك. داري داري واكتم، داري واكتم يا برج الحمل، علشان خاطر انت محسود على حاجات كتيرة جدا. في لقاء هنا عاطفي يا برج الحمل، في لقاء عاطفي في حياتك اللي جايه باسم الله ان شاء الله. باذن الله اللقاء ده هيكون حلو، هيكون حلو جدا، وهيبقى فيه لم شمل، وهيبقى فيه كلام حلو، والمشكله اللي ببالك او المشكله اللي ليك فتره فيها هتتحل. شوف ايه هي المشكله اللي في حياتك ليها فتره هتتحل باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. انت من كتر حبك في الشريك بتضعف قدامه يا برج الحمل، رغم قوتك ورغم صبرك ورغم ان انت بيقول ان انت بتستحمل حاجات من جبل، وعلشان كده من صغر سنك وانت شايل المسؤولية وشايل الحمل لوحدك، شايل المسؤولية وشايل الحمل لوحدك، بس دايما ليك حد معين بتضعف قدامه او من كتر حبك فيه، من كتر حبك فيه. دلوقتي بدأت ان انت تداري على مشاعرك شوية وتكتم وتكون كتوم لحد ما تشوف القدر مخبي لك ايه. بس شايفالك ندم يا برج الحمل، ايه الحاجة اللي انت ندمان عليها؟ شايفة هنا ندم، وشايفة ان انت بدأت تغير من نفسك وبدأت تكتم على حاجات جواك. شايفة ان في دعاء انت هنا دعيته وربنا استجاب ليك، في دعاء انت دعيته وربنا استجاب ليه. دايما انت يا برج الحمل من وقت للتاني بتشعر بالوحدة وتشعر بالخنقة، ودايما بتحس بالحزن، دايما حس ان انت لوحدك ومفيش اي حد جنبك. من كتر ما انت اتخزلت يا برج الحمل فأقرب الناس ليك، من كتر ما انت اتخزلت فأقرب الناس ليك، بدأ عقلك ما يفكرش، بدأت تتعب، بدأت تتعب. انت الذكريات ملحقاك اول باول، الذكريات ملحقاك اول باول، مش عارف تطلعها من دماغك بسبب انه في حاجات مش قادر تنساها. بدأت ان انت تسمع موسيقى، بدأت تشغل قرآن، بدأت تعمل حاجة انت بتحبها علشان تبعد عن الطاقة السلبية اللي انت فيها. بس وحدتك، الوحدة اللي انت فيها دي اصلا بنفسها طاقة سلبية. شايفة ان بعض برج الحمل ما قادرينش يناموا بالليل من كتر ما هم مهمومين وعندهم طاقة حزن. لا يا برج الحمل، انا بشرتك من اول القراءة، بشرتك بالاخبار الحلوة، عندك رجوع مع الشريك، عندك لم شم، عندك خبر حلو، عندك هدية، مستني ايه تاني؟ مستني راحة البال، صح؟ مستني راحة البال، مستني تشوف جزء من الناس اللي ظلمتك قدام عينك. انت في ناس كتيرة جدا ظلمتك. شايفة كمان يا برج الحمل ان انت هنا ماشي في سكة، والسكة دي جديدة في حياتك، او عتبتها خضرة، او مشوار جديد، او انطلاقة جديدة. انت ماشي في سكة جديدة، والسكة اللي انت ماشي فيها دي او الموضوع اللي انت ماشي فيه كله خير وكله رزق، والفرحة هتعوم على حياتك بإذن الله. هنا بتفكر في حياتك المادية، بتقول يا رب أنا نفسي حياتي تتظبط مادية. بالفعل حياتك هتتظبط ماديا بسبب المشروع اللي هينجح في الحياة اللي جاية. بالنسبة للناس المتجوزين هدوا اللعب شوية، علشان خاطر المشاكل مش هتجيب، يعني من كتر العند اللي انتوا فيه والمشاكل دي هتجيب لكم توتر، وهتلاقي العلاقة بتمر بمشاكل وخلافات رهيبة. خلي بالك يا برج الحمل ان انت في ناس قريبة منك بتظهر لك عكس ما هي في شخصيتها، وانت عارفها كويس جدا. في ناس بتظهر لك عكس ما انت متخيل، يعني هم بيظهروا لك المحبة بس هم مش كويسين، بيظهروا لك الكلام الحلو بس هم جواهم خبص ولقم، وفي كلاب كتير جدا بتعوعوا عليك. عندك هنا نعامة في حياتك، عندك نعامة في حياتك، ده بيدل انه في اخبار حلوة قادمة قدامك، في اخبار حلوة قادمة قدامك. وفي حمامة، الحمامة دي شايلالك خبر حلو او انفراجة حلوة، او جايالك من بعيد، او هيبقى في اتصال عندك من حد بعيد عنك يا برج الحمل. في نعامة جايبالك حملالك اخبار حلوة، وفي حمامة جايبالك احداث حلوة، جايبالك انطلاقة جديدة. انت مريت بصدمات وخيبات امل كتير،
مريت بصبات وخيبات امل كتير، بس برضو هيكون عندك انفراجات الفترة اللي جاية، وهيبقى عندك انطلاقة حلوة وعندك بصمة في حياتك. البصمة دي هنسميها توكيع، هنسميها رجوح حق، هنسميها فرحة بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. نشوف فنجانك بيدل على البشائر الحلوة إن شاء الله بإذن الله. فأنا شايفة لك في طبق فنجانك بصماتك كلها بتدل على الخير وعلى الانفراجات وعلى الانطلاقات الحلوة. دايما خلي عندك رزق في حياتك القادمة. انت هنا عندك حبة سمك، عندك حبة سمك، حبة السمك دول معروفين يا برج الحمل، ده بيدل على الرزق اللي هيكون قادم في حياتك اللي جاية. عندك فانوس هينور طريقك بإذن الله، هيكون حلو وهيجيب لك الأخبار الحلوة اللي انت مستنيها. نشوف فنجانك يا برج الحمل مخبي لك ايه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. زي ما قلت لك انت هنا عديت بخيبات امل كتير، عديت بخيبات امل كتير، بس مش عايزك تقلق. اليومين دول انت مضغوط من حاجات كتيرة جدا جواك، من المسؤولية اللي زادت عليك، مضغوط من بعض الامور اللي في حياتك لدرجة ان انت متعصب، دايما مهموم ودايما حاسس بالحيرة، دايما مهموم ودايما حاسس بالحيرة، وشايفة انه في امر شاغل بالك، في امر شاغل بالك، ورقة نفسك تخلصها او في حاجة شاغلة بالك بس برضو سايبها على ربنا، رغم ان هي شغلة بالك بس انت سايبها على ربنا وقلت يا رب انا رميتها عليك، رميتها عليك. في حاجة هنا مضايقاك، في حاجة هنا مضايقاك وبتحاول ان انت تتخلص منها بكل الطرق، حاجة مضايقاك وانت بتتخلص منها بكل الطرق. برضو يا برج الحمل بلك هنا ان انت شايل هم، شايل هم فوق دماغك، شايل هم فوق دماغك وبرضو بتفكر فيه كتير جدا. محدش شايل الحمل ده غيرك انت لوحدك، محدش شايل الهم ده والحمل ده غيرك انت لوحدك. شايفة ان الفلوس اللي بتيجي متبخرة، زي ما بتيجي زي ما بتروح، كمية المصاريف اللي انت بتصرفها دي يا برج الحمل لو انت مسكت على ايدك شوية كان زمانك بقى كان زمانك الوضع اختلف خالص. مين الشخص يا برج الحمل اللي قهرك وظلمك قوي؟ اللي شخص اللي قهرك وظلمك قوي بيخليك من كتر القهر اللي جوه قلبك والظلم ما بتقدرش تنام الليل. الشخص ده قريب منك، الشخص ده قريب منك. عايز اقولك ان الشخص ده هو عايش في حيرة، عايش في حيرة وتوتر. انت برضو بالك مشغول تاني يا برج الحمل ببعض الامور المادية، وانا قلتلك ان هيكون عندك امور حلوة. بص بص السحر اللي اتجدد لك، اهو يا برج الحمل اهو حاليا، بقاله اسبوع، وعلشان كده اليومين دول انت مخنوق ومتضايق وحزين، اليومين دول انت مخنوق ومتضايق وحزين وبدأت تتعب تاني، بدأت تتعب تاني. الايام دي حاسسها صعبة وتقيلة على قلبك، عندك ألم في عظمك كله، عندك ألم في جسمك، دايما حاسس ان انت مهموم وحزين وعندك شعور بالتكتف وان انت مش قادر تعمل اي حاجة. بتصحى من النوم مهموم حزين مخنوق متضايق، ما عندكش القدرة ان انت حتى تقول لحد صباح الخير. عندك ألم في جسمك، عندك خنقة، عندك نغزة يا برج الحمل، ألم في الظهر، الكتف، تحسس ان كتافك متكتفة، وشك بدأ يدبل، بدأ يقولك ايه ده انت فيك ايه، بدأت تعاني من مشاكل صحية، وعلشان كده بتجي لك خنقة ايام تجديد السحر، والسحر بيتجدد لك. طب السحر ده عارف بيتجدد لك ايه؟ بوقف الحال، بوقف الحال وسحر التفريق. وعندك وقف حال في حياتك المادية يا برج الحمل، وده بسبب السحور والعيون اللي كتير. شايفة انه في شخص قريب منك حسدك حسد انت مش عارف تتخلص منه، والعين واضحة، العين واضحة مقربة منك، العين واضحة ومقربة منك، وعشان كده بتشعر بالكسل وبتشعر ان انت عايش في دوامة وعايش في بعض الامور اللي معقدة حياتك. عايز اقولك يا برج الحمل ان اليومين دول لازم تاخد القرار اللي هو هيحسن من حياتك، لازم تاخد القرار، القرار ده حياتك واقفة عليه، لو انت خدته في الصح عايز اقولك انك حياتك هتتحسن وهتتبدل 140 درجة او 360 درجة، فانت حياتك فيها تحسن. انا برضو عايزاك تدخل في طاقة ايجابية رغم القلق، القلق والحيرة والتوتر في اليومين دول، بالك مشغول بيه جدا بسبب حد تعبان عندك، بسبب حد تعبان عندك، والحد ده انت بتحبه جدا وبالك مشغول بيه. قول لي يا برج الحمل
الرسالة الحلوة اللي انت منتظرها جات لك ولا لسه؟ انا شايفة في فرحة هنا، شايفة فرحة وشايفة ابتسامة حلوة، شايفة فرحة وشايفة ابتسامة حلوة، رغم ان انت جواك هم وجواك زعل كبير جدا من اقرب الناس ليك اللي خذلوك، بس باذن الله الفرحة هي اللي هتعوم على حياتك، الفرحة هي اللي هتعوم على حياتك. الصداع المستمر ده اركنه على جنب، اي حاجة فيها تعب اركنها على جنب. انا بس عايزاك تفكر في الانطلاقات الحلوة، السحر اللي معمول لك يا برج الحمل، وركز كويس جدا، من واحدة ست مقربين، من ناس مقربين، هم اعدائك اصلا، بس دايما بيقولوا لك احنا بنحبك، احنا حابين لك الخير، احنا حابين لك الخير. بالنسبة للناس اللي اول مرة تسمعني تكتب تمة يوصل لها فيديو علاج السحر، تكتب تمة يوصل لكم فيديو علاج السحر. برج الحمل، انا عايزاك الفترة اللي جاية تستغفر ربنا كتير، عايزاك الفترة اللي جاية تستغفر ربنا كتير علشان يكشف لك حقيقة الأمور اللي مستخبية عليك، يكشف لك حقيقة الأمور اللي مستخبية عليك. في أمور كتير جدا انت مش واخد بالك منها وبيلعبوا عليك، بيلعبوا عليك. عندك هنا حقك من كل الناس اللي ظلموك، عندك هنا رجوع حقك من كل الناس اللي ظلموك. برج الحمل، انت ليه مين اللي عندك مسجون؟ مين اللي عندك مسجون؟ والحد المسجون ده انت زعلان عليه، زعلان عليه. بسم الله ما شاء الله، بص الفرج، الفرج اللي هيدخل حياتك ويعوم. مين حرف الام؟ حرف الام ده دايما يظهر لك، حرف الام ده يا برج الحمل دايما يظهر لك. قول لي يا برج الحمل، انت ليه بينك وما بين الاهل مشاكل؟ بينك وما بين الاهل مشاكل، انت خسرت ناس كتيره جدا يا برج الحمل في حياتك، خسرت ناس كتيره جدا في حياتك. الناس اللي انت خسرتها دي كانت بتحبك، كانت بتحبك، بس انت بدات تقول خلاص انا ما بقتش حابب حد، وما بقتش محتاج حد جنبي، انتوا جيتوا عليا وظلمتوني، جيتوا عليا وظلمتوني. برج الحمل، انت هنا اتظلمت من برج العذراء، اتظلمت من برج العذراء، شايفه ان برج العذراء ظلمك وعمل لك طاقة سلبية وخلاك تكره كل الأمور اللي في حياتك، ده برج العذراء. انت هنا بدأت تقف على أرض صلبة وبدأت تقول خلاص أنا هلملم كل أوجاعي وكل همومي وهرميها ورا ظهري. كان عندك سحر التفريق بينك وما بين حد من برج الأسد، وكان عندك حد في حياتك علاقة نرجسية، علاقة مش كويسة، كانت العلاقة دي فيها بعض الامور اللي عامله لك مشاكل. وارجع اقول لك تاني، انت محتار بين ثلاثه، الثلاثه دول مش عارفهم مين فيهم اللي عامله لك السحر، محتار بين الحما وبناتها ولا السلفه ولا واحده من الجاره. طب ليه ما تقولش مرات الاخ؟ ما انت عندك مرات اخ حسوده، عندك مرات اخ كرهالك الخير، كرهالك الخير، وعندك واحدة وبناتها استغفر الله العظيم منهم، وعندك واحدة جارة منقبة عينيها بتلعب على الطرفين، بتلعب على الطرفين. فالسحر موجود عندك، السحر موجود عندك، والبومة اللي مركزة في حياتها، مركزة في حياتك اكتر من حياتها، برضو موجودة عندك ومش راضية تسيبك في حالك. انت هنا عندك كمية اشتياق وكمية لهفة، كمية اشتياق لأطفال بعاد عنك، ولا الأهل بعاد عنك، ولا الشريك بعيد عنك، ولا أنت مستني خبر حمل. فتاة الحمل أجهضت أكتر من مرة، أنت تعبتي في حياتك الزوجية ومستنية الذرية الصالحة. بإذن الله، بإذن الله، بفضل دعوات الحد الكبير اللي عندك في السن، هيكون عندك خبر حمل الفترة اللي جاية. ليه دايما يا برج الحمل حاسس بالغدر والخيانة من أقرب الناس ليك؟ ليه دايما حاسس بالغدر؟ دايما بيغدروا بيك، انت اللي موديك في ده يا طيبة قلبك، اللي موديك في ده يا طيبة قلبك، اكتم شوية وداري. عندك حد توفى، وانا قلت لك الكلام ده المرة اللي فاتت، والحد اللي توفى ده عامل لك صدمة وعامل لك نغزة، الحد اللي توفى ده عامل لك صدمة وعامل لك نغزة. برج الحمل، انت ناوي تشتري عربية، ناوي تغير المكان اللي انت فيه، ناوي تبني بيت، الله اعلم، بس انت هنا عندك شراء حاجة، والشراء دي هيكون فيها توكيل. انت في ارض بيتك مهموم وحزين يا برج الحمل، في ارض بيتك مهموم وحزين. بص، بص الطرف الثالث اللي دخل حياتك خربها، الطرف الثالث اللي عامل لك السحر وحاسس ان هو كل علاقاته كل همه ان هو يخرب بيتك، الطرف الثالث
انت عندك علاقة هنا مع برج الثور، عندك علاقة مع برج الثور، او كان في علاقة مع برج الثور والامور حصل فيها توتر بسبب السحر، انا ابصم لك بالعشرة ان السحر دمر حياتك، ابصم لك بكل الطرق ان السحر دمر حياتك. قول لي يا برج الحمل، انت عندك هنا حد من المقربين ليك من برج الدلو، الحد ده جرحك، الحد ده وراه حد بينط عليه، وراه حد بيسمع كلامه، انت بينك وما بين العيلة مشاكل ومظلوم من اقرب الناس ليك، عندك حد من الماضي من برج العقرب، الحد ده عايز يرجع علاقته بيك، عايز يرجع علاقته بيك. قول لي يا برج العقرب، يا برج الحمل، الحد اللي من الماضي ده اللي كان من برج العقرب اذاك بشكل سلبي واخد منك اموال كتيرة جدا، عندك احلام مزعجة، عندك احلام مزعجة وكوابيس، احلام مزعجة وكوابيس. انت بدأت يا برج الحمل اليومين دول تقرأ قرآن كتير، بدأت تقرأ قرآن كتير علشان خاطر ازوق مأذي من اقرب الناس ليك. كان عندك علاقة مع برج الكوس يا برج الحمل وانتهت بسبب الاهل، كان عندك علاقة مع برج الكوس وانتهت بسبب الاهل. انت في حياتك العاطفية مفيش استقرار، وبالنسبة للمتجوزين دايما مشاكل، بالنسبة للمتجوزين دايما مشاكل. عايزاكم يا برج الحمل اليومين دول تهدوا اللعب شوية، وتبدأوا تخلوا بالكم كويس جدا، وتحطوا عينيكم في وسط راسكم. ونصايح ليكم يا برج الحمل ان الفترة اللي جاية تكتموا شوية، تكتموا شوية. عندك حد ندمان من برج الثور وهيرجع لك وهيبقى عايز يكلمك، عندك حد ندمان او هو اصلا كلمك او بعت لك رسالة، في حد ندمان عندك، فخلي بالك، خلي بالك علشان خاطر القرار هيكون قرارك، اي حاجة انت بتعملها هي قرارك. بص العين برضو ظهرت لك تاني ومش سايباك في حالك، وعلشان كده بتحسس ببعض المشاكل وبعض التعب الجسدي بسبب العين، سايباك مش سايباك في حالك. دايما كل ما تحل مشكلة بتلاقي مشكلة اكبر، انت تعبت من القهر والظلم اللي بيقع عليك من اقرب الناس ليه. عندك حد من برج الجدي، عندك حد من برج الجدي، الحد ده مهموم وحزين، الحد ده مهموم وحزين. انت لازم يا برج الحمل تعالج السحر اللي عندك. مين حرف النون اللي مظلوم منه وعندك كسرة قلب منه؟ مين حرف النون اللي مظلوم منه وعندك كسرة قلب منه؟ قلبك مكسور. برج الحمل، انت هنا عندك رجوع حد من الماضي، عندك رجوع حد من الماضي، خطيب، شريك، زوج، الله اعلم، بس انت عندك هنا رجوع حد من الماضي. خلي بالك الباب بتاعك واقفين عليه اتنين، الباب بتاعك واقفين عليه اتنين، والقرار في الاول وفي الاخر هيكون قرارك. مين 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 علي ومين محمد؟ مين علي ومين محمد اللي في حياتك؟ علي ومحمد عندك، محمد ده وقع عليك ظلم منه، وعلي وحرف اللام كمان يا برج الحمل، والسين، عندك أبراج كتير وعندك حروف كتير. حط راس، حط راسك، راسك كده على المخدة وفكر كويس جدا في حاجات. عندك أطفال في عندهم صدمة. الحمل ابشر، انت عندك سفر، الحمل ابشر، انت عندك سفر، عندك عربية لإما هتشتريها لإما هتركبها وتسافر، او طيارة، انت عندك سفر. رغم ان اليومين دول حاسس بوقف الحال، بس باذن الله بفضل ربنا هيكون عندك تغيير جذري. عندك ام او حما، هي ست كبيرة، ام او حما، الست دي مش كويسة، علاقاتها نرجسية، انانية، ظلمة، مخادعة، بس بتلعب على الطرفين، بتلعب على الطرفين. قولي علاقتك مع برج الجوزاء ايه؟ فيها مشاكل؟ خلي بالك راجل الجوزاء، فتاة الحمل راجل الجوزاء علاقاته نرجسية وراجل متعدد العلاقات، فخلي بالك علشان خاطر ما ترجعيش تتصدمي وترجعي قلبك يتكسر وانت مش ناقصة، انت اللي فيكي مكفيكي، اللي فيكي مكفيكي. مش انا قلتلك ان دي قراءة مهمة وفيها بعض الاكشاف؟ بسم الله. انت هنا عندك مرات الاخ وهظهرتلك تاني، مرات الاخ دي مش سايباكي في حالك، واحدة بتلعب على كل الاطراف، واحدة بتلعب على كل الأطراف، ودايما بتسلط الأهل عليكي، دايما بتسلط الأهل عليكم. وبعض برج الحمل عندهم السلفة الخبيثة أم وشين،
اللي معاها اطفال وتعباكي في حياتك، ودايما بتلقح عليكي بالكلام، ودايما بتتكلم عليكي بطريقه مش كويسه، يعني بتتكلم عليكي مع اقرب الناس، مع الجيران، مع المقربين عندك بطريقه مش كويسه، دايما بتقول عليكي ان انت انسانه مش كويسه، ان انت علاقاتك نرجسيه، ان انت حاجات كتيره جدا. ايه الحاجات اللي اتسرقت منك يا برج الحمل؟ ايه الحاجات اللي اتسرقت منك وقلبك مكسور عليها، او حاسس ان قلبك وجعك، قلبك وجعك على الحاجات اللي اتسرقت منك؟ فانا شايفه لك هنا ان في حاجات اتسرقت منك، بس عايزه اقول لك ان انت عندك رجوع حق، عندك رجوع حق. الحاجات اللي اتسرقت منك دي ارميها ورا ظهرك، ارميها ورا ظهرك، وقول حسبنا الله ونعم الوكيل. كان عندك علاقه مع برج الميزان وبسبب واحده ست ظلمتك. انت دخلت في علاقات كتير يا برج الحمل، دخلت مع برج الثور، ودخلت مع برج العقرب، ودخلت مع برج الاسد، ومع برج الميزان، ومع برج الدلو، ومع برج القوس، فدخلت في علاقات كتير، وبرضه دايما بتطلع انت اللي قلبك مكسور، بتطلع قلبك مكسور. طب انت عارف ليه؟ بسبب السحر يا برج الحمل، بسبب السحر اللي خارب بيتك. عندك هنا ورقة هتخلص في المحكمة، الورقة دي بقالك فترة كبيرة جدا عاطلة. خلي بالك يا برج يا برج الحمل، ان انت عندك بنت هنا من برج العقرب، البنت دي تعبانة نفسيا، البنت دي مهمومة وحزينة ومصدومة، البت دي مصدومة، فخلي بالك وطبطب عليها، طبطبوا عليها. اللي عنده حد من برج العقرب يطبطب عليه من الأطفال، علشان هي تعبانة. برج الحمل انت دايما حاسس بالوحدة رغم ان كل الناس حواليك، دايما حاسس بالوحدة رغم ان كل الناس حواليك. انت صرفت فلوسك على مشايخ علشان تعالج السحر ومفيش فايدة، صرفت فلوسك على بعض الأمور اللي في حياتك وبرضو ملقتش نتيجة ولا لقيت أي فايدة في حياتك. انت عندك هنا طاقة سلبية، طاقة سلبية من بعض الاشخاص اللي في حياتك المقربين عندك. دخلت واحدة بيتك يا برج الحمل، في واحدة دخلت بيتك طعنتك في ظهرك، طعنتك في ظهرك وظلمتك، ظلمتك ظلم. انت اصلا ما يعني انت قلت، انت بتقول لها انت انا عملت لكم ايه؟ قلبك الطيب هو اللي بيتخزوق على طول، ودايما بتضرب على قفاك، بس لما بتتحاول ان انت تنتقم من حد، خلاص الله السماء، والله لو فرش لك الدنيا ورد، والله لو فرش لك الدنيا ورد. انت بتدي فرصة مرة واثنين وثلاثة وعشرة، بتدي فرصة مرة واثنين وثلاثة وعشرة، بس وقت ما بتقول خلاص بتكون خلاص، ما بتعرفش ترجع تاني زي الاول، ما بتعرفش ترجع تاني زي الاول. في حد انت هنا بتحبه قوي، رغم ان هو ظلمك، بس انت برضو بتحبه قوي، بتحبه قوي قوي، والحد ده انت حس ان انت مش قادر تعيش من غيره. ليه دموعك على خدك؟ بعض مواليد برج الحمل بيسمعوا الفيديو ودموعهم على خدهم، صح؟ لو صح قول لي صح. كان عندك علاقه يا برج الحمل مع حد من الماضي، كان عندك علاقه مع حد من الماضي او على السوشيال ميديا، على السوشيال ميديا، واكتشفت الخيانات، اكتشفت الخيانات. انت دايما في حياتك العاطفيه دايما بتشوف الدنيا سودة، في حياتك العاطفيه دايما بتشوف الدنيا سودة، بس ما تقلقش، انت عندك لم شمل، وعندك رجوع من الماضي، رجوع حد، وعندك فرحة جديدة، عشان في حد هيقدم لك هدية، والهدية دي هتكون خاتم، الهدية دي هتكون خاتم. يلا ابشري ابشري يا فتاة الحمل، فتاة الحمل ابشري. راجل الحمل ناوي على تغيير جذري في حياته، راجل الحمل ناوي على تغيير جذري في حياته. انت حاطط امنية في حاجة، بالك مشغول بحاجة، او عندك امنية ونفسك تتحقق. يا هل ترى الامنية اللي نفسك تتحقق دي ايه؟ انت عندك امنية يا برج الحمل، اكتب تم عشان يوصلك فيديو علاج السحر. بص الحيرة، وبص التعابين، بص التعابين اللي انت اليومين دول بتحاول تتخلص منهم بكل الطرق، وبإذن الله هتتخلص، عشان انت بدأت ترميهم ورا ظهرك، بدأت ترميهم، بدأت تخرجهم من حياتك. فانت تخلي بالك علشان خاطر عندك انطلاقات حلوة، انت اصلا مستني التغيير، والتغيير هيكون من حياتك، التغيير هيكون من حياتك. عندك حد يا برج الحمل، حد خانك ودمر لك حياتك، حد خانك ودمر لك حياتك، والحد اللي خانك ده كان معاه أخته ومعاه أم، استغفر الله العظيم، كان معاه أم ومعاه أخت، استغفر الله العظيم. أحلامك دايما بتكون بتعابين، أحلامك دايما بتكون بأفاعي وعقارب، دايما بتحس إنه في أفعى داخلة بيتك وعاملة لك مشاكل. بلاش التوها، بلاش تحس إن أنت تايه وإن أنت مش عارف تاخد قرار، بلاش التشتت، بلاش التشتت. خلي بالك هم عايزين سقوطك، وانا قلت لك الفيديو اللي فاتت، خلي بالك هم عايزين سقوطك. اوعى تشمت حد فيك،
زي ما انت قوي وهتقدر تستحمل وتعافر وتجاهد وتكمل، انا عايزك تقف على ارض صلبة، وعايزك تحط عين، تحط صبعك في عينهم وتقول لهم انا مش هقع، انا ورايا رب سندني، ومعايا رب حميني، معايا رب بيحبني. فانت لازم يا برج الحمل تقف على ارض صلبة زي ما انت واقف، تقف على ارض صلبة زي ما انت واقف. هتقول لي انا عندي مشاكل ومهموم، هقول لك مين خالي من المشاكل؟ محدش خالي من المشاكل، بس في مشاكل بتقوي، في مشاكل بتقوي، فانت لازم المشكلة اللي انت تكون فيها تقويك، واوعى تخلي حد بس يرفع عينه فيك. فانا شايفة لك هنا نقلة، شايفة لك نقلة اليومين دول. انت اكتر بس حاجة تعباك ان مشاكل صحية، مشاكل صحية، عندك حد لسه متجوزش في حياتك، الحد ده تعبان وانت بتحاول تطبطب عليه. الفترة اللي جاية دي هتكون مليئة بالنشاط، مليئة بالتفاؤل، لازم ترتاح شوية وتدي نفسك بعض الراحة. الاسبوع اللي جاي ده في حد هيلفت انتباهك، فخلي بالك، في حد هيلفت انتباه، الحد ده هيكون ممكن يكون بحرف النون، او في تعارف معاك على حد جديد، الراجل ده هيكون وسيم، شاب كده حلو، هيديك فرصة للحياة، هيديك فرصة للحياة. الاخبار اللي فيها تشوش عندك وبعض التشتت، الفترة اللي جاية هيكون عندك بعض اللقاءات الحلوة، هيكون عندك كذا لقاء، هيكون عندك بعض التجربات الحلوة اللي هتاخد فيها القرارات اللي انت لازم فعلا تاخد فيها القرارات الصح. تفكيرك ساعات بيكون صح، بس علشان قلبك طيب دايما بيخسروك، علشان قلبك طيب دايما بيطعنوك، دعواتك كلها حلوة، وهتقف وهتحمد ربنا وهتكون منصور، وهتقف وهتحمد ربنا وهتكون منصور. برج الحمل، انا شايفة لك الطلع بتاعك الفترة اللي جاية دي، يا جماعة القراءة دي ممكن ما تكونش من هنا لحد شهر اكتوبر بس، ممكن تكون لحد اخر السنة، فاللي ما حصلكش في الشهر ده هيحصل لك في الشهر اللي جاي، هيحصل لك في الوقت اللي جاي. فانا عايزاك دايما بس تصلي على الحبيب، دايما بس تستغفر ربنا، دايما تحمد ربنا على اي حاجة تدخل حياتك. انا بس عايزاك تخلي بالك من التعابين اللي وراك، الناس اللي هي بوشوش كتير، الحروف اللي قلت لك عليها تخلي بالك، اللقاءات اللي جايالك دي تحط عينك في وسط راسك وتعرف ازاي تاخد القرار، تعرف امتى تتكلم، امتى تتعامل مع الاخرين. عندك طاقة ايجابية، عندك اليومين اللي جايين دول مناسبة حلوة جدا جدا، المناسبة دي هيكون فيها اعلان خطومة، اعلان زواج، اعلان فرحة، اعلان تطورات جديدة، اعلان احداث جديدة. برج الحمل، انا جايبالك بشر، فانت لازم تبشر وتخلي بالك من حياتك القادمة. تحياتي ليك يا برج الحمل، اتمنى لك السعادة والهنا والرزق والتفاؤل والانطلاقة الجديدة والفرحة اللي تعوم على حياتك. ما تنساش طبعا تضغط لايك للفيديو وتكتب تعليق وتصلي فيه على الحبيب، ولو كان الفيديو بتاعك يستاهل ياريت تكتبولي حبة كومنتات جميلة وتفرحوني زي ما ان شاء الله بإذن الله هطلع دايما وافرحكم.